اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الحياة مع حنان عواد. الفترة اللي فاتت، الكام سنة اللي فاتت، كان ابتدت مجموعة من الكتب بتدور حوالين مفهوم انك تتجاهل الاخرين، ما تهتمش قوي لكلام الاخرين وكلام الناس. وشفت بقى في مجموعة كبيرة قوي من الفيديوهات بتتكلم عن المفهوم ده، لكن في حاجات كتير قوي من اللي كانت بتتقال ما عجبتنيش. فالنهاردة حبيت اكلمكم على مفهوم التجاهل ما يقوله الاخرين، وان احنا نعمله بشكل ما يضرناش. تجاهل ما يقوله الاخرين سلاح ذو حدين، لان احنا ممكن نستفيد ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، ما نسمعش كلام المثبطين والمحبطين، لكن في نفس الوقت ممكن نفقد قيمة كبيرة قوي 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 من ان احنا نستمع لنصائح كويسة ونصائح ليها قيمتها وممكن انها تحسن حياتنا او تحسن قرارنا. علشان كده حتى في بعض الكتب اللي طلعت وخدت شهرة كبيرة قوي قوي قوي، برضو كان في بعض النقاط فيها اللي ما عجبتنيش، واكتشفت ان في نقد كمان حصل للكتب دي ووضح نفس النقاط اللي انا كنت بفكر فيها، ويمكن في المستقبل اتكلم على بعض هذه الكتب. علشان كده النصيحة ان لما تقرأ كتاب او لما تستمع لفيديو او تقرأ مقال برضو فكر، لأن دي وجهة نظر الكاتب وبناء على تجربته الشخصية. انت حياتك مختلفة عن حياته، في بعض النصايح اللي ممكن تنفع الصالحة لكل زمان ولكل مكان، لكن في نصايح لو فهمناها غلط او طبقناها في السياق الغلط ممكن تجيب نتيجة عكسية. فخليني اقول لكم على وجهة نظري انا، وايه الخطوات اللي نعملها علشان نتجاهل ما يقوله الاخرين بس بشكل صح. النقطة الاولانية ان احنا لا نسعى لنيل حب وقبول الاخرين، كل الاخرين، لان احنا مش هنقدر نرضي كل الناس كل الوقت، مش هنقدر ناخد الابروفل او موافقتهم على كل اعمالنا وافعالنا طول الوقت، مش هنقدر ان احنا ننال استحسانهم طول الوقت. علشان كده لما نخلي نيل رضا الاخرين ما نديروش الأهمية الكبرى والأهمية القصوى، نبتدي نفكر في حياتنا باللي يفيدنا إحنا ويفيد الناس اللي إحنا مسؤولين عنهم مسؤولية مباشرة. ويمكن ده يفكرني بفيديو كنت عملته عن ما يسمى بإدمان الموافقة. مش المفهوم إدمان الموافقة مش إن أنا بوافق على كل حاجة، لا، إن أنا بسعى إن كل الناس يوافقوا على أعمالي وعلى أفعالي ويتقبلوني طول الوقت، وده بيخلينا إن إحنا بنفقد هويتنا وبنبقى دائمي التحور والتحول علشان نرضي الآخرين أيا كانوا بقى مين هم الآخرين دول. علشان كده نقطة مهمة جدا جدا ان احنا لما نعرف انفسنا ونعرف ايه اللي بيحفزنا ونعرف ايه هي اولوياتنا، هيكون سهل علينا ان احنا نغربل الكلام اللي بنتلقاه من كل الناس اللي حوالينا. انا عارف نفسي، انا عارف شخصيتي، انا عارف ايه اللي انا بحبه وايه اللي انا ما بحبوش، انا عارف اولوياتي في الحياة وايه اللي مهم ليا، انا عارف قيمي اللي بتدفعني لاتخاذ قراراتي وان انا اسير في حياتي. فلما اقدر لما اخد نصيحة من اللي حواليا اقدر اغربلها وابصلها من ورا العدسة دي، عدسة معرفتي بذاتي. النقطة الرابعة هي اني اعرف الانماط المتكررة في حياتي.
لو فكرنا في حياتنا سواء احنا شباب صغيرين او ناس كبار، هتلاقي ان في امور متكررة، حاجات متكررة دايما. مثلا تجيني بعض الرسائل، مثلا بنوتة تقولي انا ليه دايما بحب الشخص الغلط، او شخص يقولي انا دايما بدخل مواقف واحرج بنفس الشكل، او انا دايما بتقدم لعرايس وبترفض بنفس الطريقة. ده اسمه نمط. نمط يعني ايه؟ يعني نتيجة معينة بتتكرر مرة في مرة في مرة. فلازم ناخد بالنا قوي من موضوع الانماط اللي بتحصل في حياتنا. لو في حدث معين بيحصل وبيتكرر بنفس الشكل، لازم اقف وقفة واسأل نفسي ليه الموضوع ده اتكرر كده. عندنا يقول لك ايه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن كيس فطن. ما كنا بنقراها زمان في المدرسة كيس قطن. ده معناه ايه؟ معناه اني ما بكررش الغلط. وايه اللي يخليني ما كررش الغلط؟ اني افهم واعرف انا غلطت هنا في ايه. ولما اعرف انا غلطت هنا في ايه، يبقى ما كررش الغلط. يبقى لازم ادور على الانماط المتكررة في حياتي عشان ما كررهاش. ومن ضمن الانماط المتكررة اني اسمع نصيحة ما من شخص ما والنتيجة تكون مش كويسة، فاقوم اسمع للنصيحة تاني وتاني وتاني. ده برضو من الانماط المتكررة، اني اعرف الاشخاص اللي وجودهم في حياتي بيسبب نتيجة معينة. لو النتيجة كويسة خير وبركة، لو النتيجة مش كويسة افكر ليه دايما النتيجة بتكون مش كويسة، ايه الكلام اللي هم بيقولوه اللي بيؤدي لهذه النتيجة المحبذة. وده يدخلنا في النقطة اللي بعد كده، وهي اني اسأل نفسي عن اهداف الاخرين. دلوقتي انا لما اروح لشخص ما واطلب منه النصيحة او اكلمه عن مشروع انا بفكر فيه، افكر في اهداف الاخرين، ومش بس كده، افكر في الظروف اللي شكلت وجهة نظرهم. زي مثلا هروح لوالدي عشان اقول له على حاجة معينة، والدي يقول لي رد معين، افكر ايه اللي بيخلي بابايا يفكر بالشكل ده، يا ترى هو ايه اهدافه فيما يتعلق بحياتي، الشخص ده في القعدة دي بيكلمني بالشكل ده ليه. لما اعرف اهداف الاخرين واعرف خلفياتهم اللي ادت انهم ياخدوا القرارات دي او يدوني هذه النصيحة، اقدر اغربل النصيحة صح وافكر، لان مش كل الناس نواياها سيئة. الشخص اللي بيحذرك من حاجة معينة وما تسمعش كلامه وتبقى النتيجة كويسة، هو ما كانتش نيته سيئة. مش كل الناس نيتهم سيئة، ولكن هم بيحكموا بالمعلومات المتاحة بالنسبة لهم، بيقيموا الأمور من وجهة نظرهم، بيقيموا الأمور بناء على تجاربهم هم وخبراتهم هم اللي ممكن تكون مختلفة عن تجربتك وخبرتك. نفكر في أهداف الآخرين، نفكر في الخلفيات اللي أدت إنهم يفكروا بالشكل اللي هم بيفكروا فيه. ساعتها هاخد الكلام وقيمه وحلله، اخد ما يفيدني واترك ما لا يفيدني. النقطة السادسة اني لا اسعى للكمال، لان الكمال دايما يقولك الكمال غاية لا تدرك. احنا نتقن عملنا لما نكون مقدمين على قرار ما، نفكر اقصى استطاعتنا، ولكن تأكد ان برضو هتلاقي نفسك في جوانب ما فكرتش فيها. على سبيل المثال، احنا دلوقتي كنا بنعمل ريبورت معين، احنا حوالي 10 اشخاص مشتركين في البروجكت دوت، تيم في البروجكت دوت. احنا 10 راجعنا الريبورت ده كذا مرة وطلعنا فيه حاجات، وبعد ما سلمناه برضو كنا واحنا قاعدين بنتكلم وبنقول احنا كان ممكن نغير كذا، كان ممكن نحسن كذا، كان ممكن نطور كذا. ففرص التحسين لا تنتهي،
وفرص التغيير لا تنتهي. علشان كده عمرنا ما هنقدر نصل لدرجة الكمال، وده يمكن بينعكس كمان على تعاملنا مع الآخرين، ان احنا بنحاول ان احنا نكون بيرفكت ونكون احسن ما يمكن ونظهر امام الآخرين احسن صورة علشان نبان قدامهم ان احنا في احسن صورة. فده ارهاق كتير جدا جدا على اعصابنا وعلى تفكيرنا. الاحسن ان انا اقدم كل ما عندي واحسن ما عندي، لكن برضو احط لنفسي مارجن او هامش ان ممكن الامور ما تمشيش 100% زي ما انا عايز. النقطة السابعة هي ان انا ما بالغش في رد فعلي. بمعنى ايه؟ ان لو شخص نصحني نصيحة وهذه النصيحة ما كانتش نصيحة كويسة، ما عودش ابالغ في رد فعلي، لان في النهاية انا خدت القرار. وفي فرق بين decision making عمل القرار و decision taking اتخاذ القرار، لان اتخاذ القرار ده بروسس، عملية. الخطوة الأخيرة من هذه العملية هي اتخاذ القرار، اني اقول او لا، اشتري ولا ما اشتريش، ابيع ولا ما بيعش، اقدم ولا ما اقدمش، اعمل ولا ما اعملش. دي الخطوة الأخيرة خالص، لكن قبل الخطوة الأخيرة دي في خطوات كتيرة، من ضمنها ان انا افكر، ان انا اعمل سيناريوهات، ان انا اسأل الناس اللي حواليا. فلما شخص من الأشخاص يديني نصيحة، ما بقتش مسؤولية اتخاذ القرار مسؤوليته، هو مجرد انه خطوة من ضمن الخطوات اللي بتسبق الخطوة النهائية الأخيرة في اتخاذ القرار. فما ببالغش في رد فعلي في التعامل، لان في النهاية انا صاحب القرار. لو تعاملت مع نفسي على ان انا صاحب القرار، هتعامل مع كلام الاخرين على انه مجرد معطيات، مدخلات، وانا باخد هذه المعطيات او هذه المدخلات وبفكر فيها وبفندها، وفي النهاية انا اللي باخد القرار. فما نبالغش في ردة فعلنا. النقطة التامنة والاخيرة هي ان احنا كائنات ما نقدرش نعيش لوحدنا، لازم نعيش مع الآخرين، نتقبل منهم المساعدة ونتقبل منهم النصيحة، نسألهم النصيحة، نسألهم المساعدة. كل واحد فينا مسؤول عن قراراته، مسؤول عن أفعاله، ولكن بنحتاج الآخرين. فما ينفعش أقول أنا مش هممني حد، أنا مش عايز أي حد، لكن في نفس الوقت ما نفضلش محبوسين في الـ الوهم او الخوف. الوهم ان الناس هتقول علينا ايه، نتوهم ان هم هينتقدوا افعالنا، مع ان يمكن مفيش معطيات تدل على انهم هينتقدوا اللي احنا بنعمله، او ان احنا نخاف من كلام الناس، هيقولوا ايه، هيعملوا ايه. مدام اللي احنا بنعمله مش غلط، مدام اللي احنا بنعمله مش حرام، يبقى ما نخافش ونفضل محبوسين في دايرة الوهم ودايرة الخوف. يبقى نتجاهل ما يقوله الآخرين لو هو فعلا لازم نتجاهله، وناخد ما يقوله الآخرين ونحلله ونغربله ونفهمه، وبناء عليه ده هيكون أحد المعطيات اللي هنبني عليها قرارنا في النهاية. أرجو أن فيديو النهاردة يكون مفيد، ولو عجبكم انتوا عارفين اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان كل ما اعمل فيديو تعرفوا عنه، وكمان في اللي هو زر الجرس فعلوه علشان يجيلكم نوتيفيكيشن. للأسف اليوتيوب خلت الأمور دي من الأمور الأساسية واللي لازم أفكركم بيها. الحاجة التانية، لو في حد في حياتكم ممكن يستفيد من الفيديو ده، ياريت تبعتهوله علشان الاستفادة تعم. كمان اكتبولي تحت في التعليقات ايه المرات اللي حصلت وسمعتوا كلام الناس وكان قرار مش كويس، ولو في مرة من المرات سمعتوا كلام الناس وكانت الفايدة كويسة. اشوفكم الفيديو الجاي.